معانا قصة أحد الشباب الخليجي اللي كان والده تاجر كبير وبيسافر أوروبا وكل أي مكان في العالم، وكان لما ياخد ابنه معاه ابنه بيقع في الزنا والعياذ بالله. لما والده عرف جوزه بنت صارخة الجمال عشان خلاص يعرف ابنه. بعد فترة من الجواز بدأ ياخده معاه تاني أوروبا، وقع تاني في الزنا والعياذ بالله. ربنا أمهله. خلاص يا جماعة، بعد فترة من الإمهال خلاص الانتقام والعقوبة لازم بتنزل والعياذ بالله، إلا أن يعفو الله سبحانه وتعالى. ربنا أمهله، أصيب بمرض الهرب، المرض اصيب ببقع جلديه حمراء على جلده في كل انحاء جسمه، راح لطبيب فرنسي واثنين وثلاثه 10 اطباء. ايه ده؟ قالوا ده مرض الهربس وبسبب الزنا وهيسيب علامات سودا في جلدك مش هتروح، ومفيش حاجه ممكن تخليها تروح. هذا الشاب لما رجع بلده فمراته تقول له مالك، ايه الحاجات اللي على جلدك دي؟ قال لها ده انا اكلت اكله فيها بهارات وعملت العلامات ديت. وفضل يخبي جلده في هدومه ويزود الغطره على وشه وعلى جسمه عشان مفيش اي حاجه من جلده تبان. مره داخل البيت لقى دكتوره امراض جلديه صديقه زوجته قاعده، فشافته ومعدي، فشافت العلامات ديت لقطتها على طول طبعا، فقالت لزوجها ايه اللي على جسم جوزك ده؟ قالت لها ده كان بياكل بهارات. قالت لها لا، ده بيجي بمرض اسمه الهربس، بيجي بسبب الزنا والعياذ بالله. وزوجته اول ما عرفت ابوه طرده من الشغل، زوجته سابته تماما هي وعياله، واصبح بيلبس هدوم تغطي كل جلده وتغطي وشه، واصبح محبوس جوه جلده بسبب معصيته والعياذ بالله. يعني ايه؟ جلده اعترف عليه في الدنيا قبل ما يعترف عليه يوم القيامه قدام ربنا سبحانه وتعالى. شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. انا عايز اقول ايه الليله؟ انا عايز اقول لك اعترف، اعترفي، لازم نعترف بذنوبنا يا جماعه.